ناس كديرين بخير، كدير مع الصحة، لاباس عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الكلام نبدأ بالصلاة والسلام على نبينا المختار محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة اليوم إن شاء الله البنات وصفة اللي كتصعب على بزاف ديال الناس، وصفة اللي كتمحى الناس بقوة هزهز. الوصفة اليوم هي المايونيز. المايونيز ان شاء الله انا اليوم غنديرو لكم بابسط طريقة، غتولي وصفة ان شاء الله معتمدة عندكم في الدار، غتولي تصوبوها في كل وقت في اي ساعة انتم حبيتو. مقادير موجودة في كل بيت، مقادير بسيطة. وهما المقادير اللي عندنا اليوم هي كاس لاروب ديال الزيت، عندنا بيضة، عندنا معلقة ديال المطرد، عندنا معلقة ديال الخل، عندنا شوية البزار وشوية الملحة. هادو هما المقادير اللي عندنا. المعلقة اللي عبرت بها المطرد والخل هي هادي، معلقة ديال القهوة عادية الصغيرة اللي كنديرو بها القهوة. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نحضرو الوصفة. غناخدو الكاس، غنديرو فيه بيضة، معلقة ديال الخل، كاس لاروب ديال الزيت، شوية الملحة والبزار، ومعلقة صغيرة ديال المطرد. وغناخدو البغات الميكسور، هي اللي غنخدمو بها ان شاء الله. غادي ندخلو لبغة لداخل وغنبداو خدامين، وغنبداو مخدمين لبغة، ولكن ما نهزوهاش اللي حتى يبدا يعقد لينا المايونيز ديالنا. يبان لينا المايونيز بدا كيعقد، هذيك الساعة غادي نبداو نخلطو في المايونيز ديالنا، وان شاء الله غيكون ان شاء الله المايونيز وجد. دابا غادي نخدم سميتو، شوي شوي غادي نبرد لكم واحد شوية صداع، سمحوا لي ولكن ضروري. يلا نبداو ان شاء الله. هانتو البنات، في ثواني صوبنا المايونيز ديالنا. هانتو ابسط طريقه هي هادي، مايونيز كيوجد عندك في الدار وكتصوبيه، كتعرفي انت اشنو دايره فيه، ونتلاقاو في طبق التقديم. هانتو البنات المايونيز ديالنا وجد، هانتو هالقوام ديالو، خاتر عاقد، مقادير مضبوطة. وهذا باش نصوبو نديروه في لي صالاد ديالنا، في بطاطا فريت، في كل حاجة حبيتو فيها تعملو فيها المايونيز، وان شاء الله تقبلوا علينا وهذه الوصفة ديال اليوم. وما تنساوناش من لي لايك والبارطاج الى عجبكم الفيديو، ومرحبا بكم عندنا في القناة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.